المشكل هو عاوتاني في المسؤولين الجزائريين اللي ولاو كيعتبروا ان توفير ماء الشرب انجاز، فقط توفير ماء الشرب وماشي يوميا، يوم كل 3 ايام، بمعنى كل 3 ايام نهار الرابع غادي يطلقوا لك الماء، يقطعوا عاوتاني 3 ايام ونهار الرابع يطلقوا لك الماء. هذا ولا كيتعتبر في الجزائر انجاز. احنا في المغرب تقريبا بعض المناطق القليله اللي كانت كتعاني يعني في الصيف اللي فات ماشي من انقطاع الماء ولكن من قلته، يعني الصبيب ديالو ما قويش، وكان مثلا ما كيطلعش للبروميير ما كيطلعش للدوزيام، هذا هو اللي كان. اما في الاسفل كان الماء موجود على طول الايام. وما كاين حتى شي ماء، وما هنا حاله هذه على سنين ركب على الحمار شي جوج كيلومتر باش نسقيو بالحمار. وجينا باش نهضروا عاوتاني، حنا ما عندناش الماء مكرفسين، تنسقيو عا بالبهيمه، تنمشيو للساقيه، تنمشيو لديك البلاصه سميتها تاع الطويل، تنسقيو غير باليدين ديالنا. كاين اللي ما عندها لا حمار لا والو، وهذا العام تنسقيو عاب بالبهيمه. تقريبا هذه 5 سنين ما عندهاش الماء كاع، تلحق هذا الوقت ديال الصيف تنبقاو تنموتوا حنا والكسيبه ديالنا، حنا والكسيبه ديالنا. هودنا شكينه هذه شي عامين، هودنا العماله والو، ما كاين حتى حاجه. تيقول لك سير غنديروا لكم الحل. عندنا هذا العيد حار بيني وبينك والله العظيم الا حار، ما حسيناش به كاع. انت تتشوف واش تهود نتايا 50 يطرو 50 يطرو في اليوم اللي دايره لنا الجماعه. أجابتها تشكينا من نوضنا هذا المشكل ونضنا وقفنا، وهذا عاد عطاونا هذا 50 يطر. دابا هذا العداد ما نعمروش، هذا العداد اللي تتشوف فيه ما نعمروش، انا هود 50 يطر. هذا الماء هذا دابا اللي مساينين حنا يومين عاد يعطونا، عاد يعطونا 50 يطر، هذا جايبه الجماعه قال لك راه داير لنا الحل. واش من نظرك دابا هذا حل 50 يطر على يومين؟ ما تنشربوش هذا 50 يطر، تنهودوه نفرغوه على الكسيبه، جايبين وما معمرين ومسبوه الله اعلم. ما باغي حتى حاجه، باغي نعلم صافي غير الماء. راه بنادم ولا تفكر يهاجر. تنعانوا اخويا، رحنا هذه الشهر وحنا تنموتوا بالعطش، ومشينا تنشكو، هبطنا للعمالات ما عطاوناش الماء، وما خلينا مشينا ما خلينا فين مشينا، وتنطالبوا حقنا على الماء، ورحنا مرتين ومحنين حنا والكسيبه ديالنا. ما تعطونا 50 يطر ديال الماء ما كافيناش وحد دوار. تنقول لهم تنطلعوا تنقول لهم زيد عطونا الماء، تقول لك صافي 50 يطر ما كافيه الكسيبه، ما كافيه الوراده. كي تجيبها تتفرخها وتتولي تتبات في ديك العين. كل نهار 50 يطر، 50 يطر الكسيبه تتموت، والولاد تيموتوا بالعطش، كل شيء تيموت بالعطش. رحنا ضايعين ضايعين بزاف. الطلب ديالنا خويا ما تنطلبوا على الماء ديالنا. عندنا الدراري صغار وعندنا العيالات، راك انتم عارفين العيالات تيخليهم الناس في الديور ديالهم. حنا راح يدنسر العيالات ديالنا على الماء، على الماء تنخليهم تيمشيو 8 كيلومتر. حيت هاد الشيء ماشي في الصالح ديالنا، حيت بان راه دوار كامل بما كيبقاش الماء راه غادي خوا، كل واحد غادي يتجه لاي اتجاه، كل واحد غادي يمشي لشي بلاصه كيبحث على المنطقه اللي غادي يكون فيها الماء. حنا مضرورين بزاف، وحنا كنتمناو من السلطات والراي العام باش يشوف من حالنا. احنا معذبين في الماء، غير في هاد شوف غير هاد الازمه، غير هاد الاونه، غير البطيئه، غير شويه، غير الا قلت لك غير لمحه بصر، ان فين يمشي الانسان نمشيو نسقيو؟ كاين اللي ما بقاش ما عنده حتى وسيله باش يسقي، حتى حاجه. كيفاش اش غنديروا؟ اشنو البديل؟ ما عندناش. كان عندنا الماء واخا كيتقطع وكيجي كنقولوا مزيان، رضينا بهذاك الشيء، رضينا بغينا هذاك الماء كافي، كنقولوا الحمد لله الحمد لله. باليدين ديالنا، كاين اللي ما عندها لا حمار لا والو، وهذا العام هذه ما عندنا لا تبن لا القمح لا الزرع لا حتى حاجه، ما عندنا باش نعطيو للبهيمات باش نمشيو ونسقيو. حنا مكرفسين بزاف بزاف بزاف، كل نهار انا تنفيق بكري وتنخلي وليداتي
ناعسين بلا فطور غيمشيو باغيو يمشيو يقراو. ما عندناش الماء دابا تنبغي نسقيو الماء خصني نركب على الحمار شي جوج كيلومتر باش نسقيو بالحمار. مكرفسين بزاف من جهه الماء ودابا بناو لنا هاد الشاطو من دوار تاع ولاد الحسن ودوار القمامشه وعاد ولاد شعيب عندنا حنايا كيسقيو في بير واحد فهمتي كون غادي يحفروها لهاد الدوار هذا بوحدو. كتشوفوا هادي حنا في قريبونا أقلهم يجيبون الله يرحم الوالدين خالي ليس راني مريض اخي اصبر اخويا وربي اللي غيزازيك وربي غيشافيك حنا كننقلوا الا كانوا هما ما كيوصلوش هذا الشيء الا كان يعني المسؤولين غير قادرين على حل هذه المشاكل يعني فنحن نرصد هذا وسيكون في تقرير سنوي للعصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان. الناس تموت عطشا الناس يعانون الويلات يعني من الماء يعانون الويلات من الماء وكيقولوا على ان كيكذبوا عليهم كل ما جلسوا الحوار ولا هذيك يعني كاين هناك وعود كاذبه. عاش الملك إذن كلهم يأخذون الراية الصور ديال الوطنية لأن هذه الناس مساكنة راه تكرفسوا، العيالات تكرفسوا، الدراري تكرفسوا، التواليت خامشين، كلشي خامش.